ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل ليوم الاثنين 25 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. النهاردة انت تعتبر في دايرة الضوء يا حمل بشكل كبير. كل مهاراتك التنظيمية هتبقى مطلوبة جدا في الشغل النهاردة، ممكن حتى تجمع كل أفكارك وكل زملائك النهاردة، وبالتالي هتعرف تتفوق أكتر على اللي ممكن يكون ليه تأثيرات إيجابية كتيرة جدا على ثقتك بنفسك النهاردة. ده كله هيلاحظه أصدقائك بشكل كبير، وهيلاحظوا النزعة اللي هتبقى متناغمة فيك علشان تعرف تبقى قادر على إنك تجمع شخصيات كتيرة مختلفة مع بعض. انت دايما بتشعر ان حالتك كويسة في الوقت ده لانك دايما بتهتم بصحة الاشخاص اللي حواليك، لكن بنصحك انك ما تنساش انك تعمل شوية على انك تغير عاداتك اللي مش حلوة في حياتك اللي تعتبر غير صحية ايضا. توقعات العشرية التانية مواليد 1 ابريل ل 10 ابريل، اليوم هيبقى شديد الحيوية بالنسبة ليك، ممكن حتى تحفز نفسك وتحفز كل الاشخاص اللي حواليك، لكن بنصحك انك ما تهملش احتياجاتك الخاصة النهاردة، لان اهدافك في الوقت ده هتبقى اصبحت افضل واوضح عن قبل كده. اسلوبك النهاردة نشط جدا وهيبقى معدي لكل الاشخاص اللي حواليك، وهيلاحظوه كل الاشخاص ايضا. مفيش سبب بيمنعك من انك تحتفل بافكارك ولا حتى تستمتع بوقتك، لكن ما تخليش الموضوع ده يتحول لوضع طبيعي في يومك. انت هتبقى بتشعر بصحة كبيرة في الوقت الحالي ده، لكن في كتير من الحياة الراغدة ممكن تؤدي لأذى صحتك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل، عندك سلام داخلي كبير جدا في يومك ده. انت هتبقى متفق أخيرا مع نفسك، وده بيتضح لكل الأشخاص اللي حواليك من خلال سلوكك في الشغل، وده بيتطلب منك النهاردة زملائك النصيحة بشكل كبير، والحال هيبقى برضو في حياتك الخاصة. حاول انك تبقى بتتأكد من انك بتحتفظ بتوازنك بين انك تاخد وتدي النهاردة، علشان تعرف تتمكن من انك تستفاد من كل الصداقات دي. لازم تبقى مهتم اكتر بنفسك، في حاجات النهاردة بتحتاج منك للاهتمام وانك تبقى بتحافظ عليها وبتحافظ على التوازن ده. هيكون التأمل النهاردة هو مدخلك الصحيح لليوم ده.